السلام عليكم. السلام عليكم يا جدي. مرحبا بك يا حفيد. هلا، هل يوجد يا جدي حديث يقول أن الله سيجري اثنان من النار، يقول لهم اذهبوا للعذاب، يجري أحدهم ويقف أحدهم، يقول الله الذي يجري لماذا الطرق تجري، يقول له لأني عصيتك في الآخر في ال لأن عصيتك في الأولى في الحياة الدنيا، ما أريد عصيك في الحياة الآخرة. ويقول للذي وقف لماذا وقفت، يقول له أنتظر رحمتك يا الله. لا، هذه هل هذا حقيقة؟ هذه الخرافات. شكرا جزيلا. وياك. حفظ كم جزء من القرآن على يعني لوقتك هذه؟ كم جزء تحفظ؟ نعم، كم جزء من كتاب الله تحفظ؟ أنا في الجزء ال أحاول أحفظ، بس يعني مش بحفظ على طول، يعني أنا في الجزء ال 19. 19. الله يبارك فيك. كم عمرك؟ أنا عمري 11. الله يزيدك توفيقا. بلغ والديك السلام، والديك الاثنين يا رب، ادعي لهم يا جدي. الله يوفقنا وياك. بارك الله فيك وفي والديك. السلام عليكم.